بسم الله الرحمن الرحيم اهلا وسهلا بحضراتكم في يوم جديد من زملكاوي وللاسف يوم مش سعيد خالص على كل ما هو زملكاوي يوم للنسيان ويوم صعب جدا ان احنا ننساه لما تجيلك الفرصه على طبق من ذهب وانت تشطها برجلك وترميها في الشارع وتنكد على الملايين وتزعل وتخلي كل الزملكاويه النهارده في حاله حزن بسبب ايه بسبب الفتي بسبب ايه بسبب الرعونه بسبب ايه بسبب عدم الرجوله مباراه النهارده الواحد يطلع يتكلم مع جماهير نادي الزمالك مجلس الاداره يعمل ايه جماهير تعمل ايه احنا كمنظومه اعلاميه واعلام نادي الزمالك نعمل ايه دعم ودعمنا وسنده وسندنا ووقفنا ناقصكوا ايه ناقصك ايه مستر فيريرا ناقصكوا ايه لعيبه نادي الزمالك لا مش ده نادي الزمالك عمر ما ده نادي عمر ده ما يكون نادي الزمالك ولا هيكون نادي الزمالك ولا حد هيرضى بده لا فوقه فوقه بجد فوقه حرام حرقه الدم اللي جماهير نادي الزمالك فيها العنصر الوحيد اللي بيدفع الثمن عشان كده لازم يكون عندهم من الوعي ان هم يقدروا يتدخلوا ويساعدوا في اي قرارات تساعد نادي الزمالك مفيش حد فوق نادي الزمالك مفيش حد فوق نادي الزمالك لحد امبارح لحد ساعات قليله جدا كلنا كنا بندعم كلنا كنا متفائلين ان احنا هنشوف النهارده 11 راجل كنا هنشوف كله قلبه على بعضه كنا هنشوف ناس مقدره تيشيرت وشعار نادي الزمالك لكن ما حصلش بتلعب مباراه النهارده لو اتكررت مليون مره السيناريو ده مش هيجي لك تاني سيناريو ان انت تكسب وتكسب وتكسب وتتاهل وترجع تاني بطل وتعوضنا وتع... عن كل اللي فات تعوضني عن ست مباريات نادي الزمالك بقاله ست مباريات ما كسبش. ماتش الاسماعيلي طلعتني السما وطلعتني سبع سما اداء ونتيجه ورمتني من الدور السابع من سبع سما رمتني على الارض ومع ذلك انا واقف جنبك وبدعمك وبساندك المستوى ده والاداء ده والرعونه دي وعدم الجديه وعدم الرجوله دي بقالها لها اربع مباريات ومع ذلك يسلم رئيس النادي انه لحد الان داعم وساند ومساند الجماهير داعمه ومسانده لكن لحد امتى؟ لحد امتى هنفضل دفنين راسنا في الرمل لا محتاجين وقفه الشعارات والهتافات اللي بتخلي كل واحد ينسى حجمه ويطلع عن طوره الطبيعي بلاش منها بقى ودي رساله الجماهير نادي الزمالك انتوا ولا احنا هنحب حد اكتر من الزمالك ومش هنساعد حد وندعم حد اكتر من الزمالك فلازم الكل توصل له الرساله دي ان الزمالك فوق الكل وفوق الجميع الزمالك فوق الكل وفوق الجميع طبعا لازم يبقى كده. لازم يبقى الكل عارف قيمه الزمالك ومقداره. لازم غير كده يبقى احنا خلاص احنا بنضحك على بعض. وانا طلعت الكابتن طارق طلع كابتن خالد غندور طلع اي حد يطلع هنا هيقول حاجه غير كده يبقى بنضحك على نفسنا. لا محتاجين وقفه مع النفس وقلنا الكلام ده مره واتنين وتلاته بعد اسوان بعد الداخليه بعد بعد الاتحاد السكندري قلنا مره واتنين وتلاته انتوا فين؟ انتوا مش سامعيننا ليه؟ انتوا مش شايفين الملايين ليه؟ انتوا مش مقدرين ليه الدعم اللي بتاخدوه من رئيس النادي ومجلس الاداره المستشار مرتضى؟ انتوا ليه مش عارفين ان احنا في ظهركم؟ ليه مش مقدرين ومش عايزين تردوا الجميل ليه؟ كلاعيبه وجهاز كلاعيبه وجهاز النهارده مش دي لعيبه نادي الزمالك ومش ده مستر فيريرا اللي واقف على الخط ده، انا امبارح من المكان ده قلت الماتش ده عايز واحد يتقمص شخصيه مرتضى منصور عشان خاطر يفوق اللعيبه طول ال دقيقه